بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك. بيقولوا البني آدم اللي ملوش ذكريات ملوش رصيد في الدنيا، يعني البني آدم اللي ما يقولش أنا عندي ذكرى جميلة كانت زمان أو يفتكر ذكرياته زمان، هو خرج من الدنيا من غير أي ذكريات ومش سايب فيها أي علامة. وإحنا ذكرياتنا في شهر رمضان يمكن كتير جدا، يعني سواء كان شهر رمضان هو مرتبط بالفوانيس وبالزينة وبالمسحرات وبحاجات كتير جدا محفورة في الذاكرة في طفولتنا، هو كمان مرتبط بفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. يمكن كلنا كنا أول ما نسمع مزيكة التتر بتاع الشيخ الشعراوي على القناة الأولى في التلفزيون المصري نعرف إنه خلاص أذان المغرب قرب، ونقعد كلنا نستمع لتفسير القرآن الكريم وللكلام الجميل اللي كنا بنسمعه من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وحتى كمان لخفة دمه في تفسير القرآن، وقد إيه المعلومة ممكن تكون بسيطة وتوصل ببساطة وبسلاسة على الكل، على الكبير وعلى الصغير. وإحنا النهاردة وأسرة برنامج الدين والحياة بنقول له رحمة الله عليك وألف شكر إنك كنت موجود في حياتنا وسبت علامة تستمر طول العمر. خلونا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أسأل الله سبحانه أن يلهمنا جميعا في قلوبنا عقيدة صالحة، وفي جوارحنا تنفيذا لا تنفيذا صالحة، وأن نأخذ بسنة سيدنا رسول الله ليأخذ بيدنا جميعا إلى حضرة ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين وآمين على الأمة، ونور في الغيمة والغمة، كتاب الله دخل قلبه شرح معاني بإحساس. نحن اليوم في ذكرى 110 لانتقال فضيلة الشيخ الشعراوي، ونحن نحس أنه ما زال موجودا بيننا، فعندما نراجع مقالاته نجد أنه يعيش فينا ويعيش معنا في تلك الأيام. كان فضيلة الشيخ الشعراوي بغض النظر عن كونه عالم في التفسير أو في الخواطر، كان ملما بأبعاد اللغة العربية، وكان أهم ما يميزه أنه يقول ما يفعل. فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب، علم أنه صادق في الدعوة، صادق في التوجيه، وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه منهجا. وأنا صغير كنت لا أحب لبابة العيش، فكنت عندما أكل العيش أخذ اللبابة وأرميها. بعد ما اكلت فهو خد اللبابة بتاع العيش وقام ايه واخدها ووكلها، هو لم يقل لي حرام ولا حلال ولا كذا ولا كذا، ولكنه السلوك يربينا بالسلوك. عمره ما قال مثلا لواحدة ست تحجبي ولا ما تتحجبيش، لا، هو بيقولك انا بقول حكم الشرع، حكم الشرع كذا، انت تعمله او ما تعملوش لست عليه بمسيطر. كان يعشق ارض الوطن ويعشق الدين، لأنه لا دين لمن لا يعشق وطنه. تجد مقدسات الله في الأرض، مكة مدينة، ده مكة والمدينة مذكور، مكة مرة واحدة في القرآن وبكة أدي اثنين، والمدينة مذكورة الله، ومصر يذكرها 5 مرات في كتابه، في كتاب معجز يقرأ تعبدا في كل وقت. كان ما يميزه البساطة الشديدة، وأنه كان عنده المقدرة والمنطق إن هو يقنعك بأي حاجة بأسلوب سهل وبسيط. ربنا كان مديله ملكة اللغة والحوار وفهم مداخل النفس. فكذلك أهل الصفاء هم أهل العطاء، وعلى قدر صفائهم يكون الإيه؟ يكون هذا الإيه؟ العطاء. ربنا كرم الشيخ إنه كان عنده زوجة أعانته على الدعوة، علاقته بالأبناء عمره ما قال لنا اعمل ولا ما تعملش، كان يقول الصح، واللي عايز يعمل يعمل واللي مش عايز يعمل ما يعملش. نحن جميعا سواء أبناء أو مريدين لا نستطيع أن نفي الشيخ حقه من الشكر، فنترك جزاه لله أن يجازيه عنا كل خير على ما فعلوا بنا من تصحيح مفاهيمنا
من إرشادنا، من الصحوة الدينية التي أحدثها، من فهمنا لمعضلات الحياة، من توجيهه لنا، من أخذه بأيدينا إلى طريق الله. ناس كده تمر في حياتنا وفي ذكرياتنا ما يبقاش منهم غير شخص واحد بس، فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، يعني مع احترامي وتقديري لكل العلماء والمشايخ اللي موجودين النهاردة واللي احنا بنسمعهم وبنشوفهم، لكن فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي لن يتقرر حتى الآن، رحمة الله عليه.